أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 15 شخصا في ضربات روسية استهدفت منطقة جبل الدويلة وكفر تخاريم في ريف إدلب. وقال مراسل أخبار الآن إن الضربات على كفر تخاريم تسببت بتوقف العمل في المستشفى نتيجة الأضرار التي لحقت به. ويقدم المستشفى خدمات طبية للنساء والأطفال، وهو الوحيد المختص بالتوليد في منطقة كفر تخاريم ونواحيها. شهدت حشود من الجيش التركي قرب الشريط الحدودي المحاذي لمنطقة تل أبيض في ريف الرقة في سوريا، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتبادلت قوات سوريا الديمقراطية والدركة التركي القصف قرب ريف تل أبيض بالتزامن مع تحليق مقاتلات تركية في المنطقة. أكد وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض على تصميم دول المجلس منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وإثارة النعرات الطائفية ومنع دعم الجماعات الإرهابية. وأكد الوزراء تصميم دول المجلس على مكافحة الإرهاب. دعا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر زعماء دينيين مسلمين ومسيحيين يشاركون في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام إلى تبرئة الأديان من الارتباط بالإرهاب. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى أهمية الحوار بين الإسلام والمسيحية لتعزيز السلام في العالم، خاصة في ظل انتشار التشدد وتكرار الهجمات الإرهابية في دول الشرق والغرب. انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة حكومة ميانمار لإعادة توطين أبناء أقلية روهينجا المسلمة الذين نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في قرى تشبه المخيمات، قائلة إن هذا يهدد بتأجيج التوتر. وذكرت المفوضية أن الخطة أثارت مخاوف السكان من أن ينتهي بهم المطاف في مخيمات للنازحين. أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيعزز من إجراءاته الأمنية ضد ما تقوم به بعض الحكومات والجهات الأخرى لنشر المعلومات المضللة والتأثير على الرأي العام. وأشار الموقع إلى أن هناك حسابات مزيفة على سبيل المثال استخدمت خلال الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية في نشر الأخبار الكاذبة.